مشاهدينا، ودائما في تساقط الأمطار وحالة الجفاف التي تشهدها الجزائر بسبب التغيرات المناخية، حيث قد وضعت الحكومة استراتيجية لمجابهة هذه الظاهرة، ظاهرة الجفاف. وبهذا الخصوص سيلتحق معنا عبر الهاتف سيد عبد الغني بن علي، المدير العام للمجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الحبوب. أهلا بك سيدي. أهلا بكم ونشكركم على هذه الاستضافة. نعم، شكرا أيضا على تلبية الدعوة. طيب، في البداية سيد عبد الغني بن علي، هناك حديث عن إنشاء لجنة وزارية متعددة القطاعات لدراسة حلول إنقاذ شعبة الحبوب، ما هو تعليقكم حول ذلك؟ وهو كذلك هذا قرار جاء من عند السيد الوزير الأول في الأسابيع الفارطة بعد مجلس الحكومة الأخير الذي تكلم عن كل آليات لإنقاذ هذه، وتكونت هذه اللجنة ويشرف عليها على مستوى وزارة الفلاحة، ويكون فيها ثاني الموارد المائية، وزارة الداخلية، وزارة المالية، الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، والمجلس المهني المشترك لشعبة الحبوب. وهذه اللجنة اجتمعت ومدت عدة اقتراحات للحكومة في إطار أخذ بعين الاعتبار هذه التقلبات الجوية والمناخية التي أصبحت تقريبا كارثية على مستوى الفلاحة حتى على مستوى البحر الأبيض المتوسط. وهنا الاقتراحات تاعنا كمهنيين جاءوا في عدة أطر ومقسومة على اثنين. نعم، فيما تكمن سيد عبد الغني بن علي هذه من بين التدابير؟ كاين الجانب اللي يخص الجانب تاع الماء والسقي لحماية المنتجات، وفي هذا الأمر احنا طلبنا بالتسريع في منح تراخيص الأبر حالا، وحتى في المساحات المسقية، لا خاطرش بعض المناطق مساحات مسقية ما يعطوهمش تراخيص لحفر الآبار. احنا قلنا ثاني تراخيص استثنائية لسقي من السدود لإنقاذ المحاصيل، وقلنا ثاني الرفع من الدعم في آليات السقي والمدخرة للمياه والمقتصدات للمياه، والترخيص والدعم في انشاء الحواجز المائيه. راك تشوفوا حتى في المراحل هذه اليوم عده امطار راهي تسقط تروح في الوديان وما نقدروش نزخروها، وحنا طلبنا باش يكونوا حواجز مائيه قبل لا يروحوا المياه للوديان ولا حتى السدود، يكون على مستوى الفلاحين خاصه في المناطق اللي فيها تضاريس الوعره، وين نقدروا نشدوا كميه من المياه ونستعملوها في السقي التكميلي. عودة إلى الموضوع الذي كنا نناقشه مع المدير العام للمجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الحبوب السيد عبد الغني بن علي، الذي هو حاضر دائما معنا عبر الهاتف، وهي حالة الجفاف التي تشهدها الجزائر بسبب التغيرات المناخية. أهلا بك مجددا سيد عبد الغني بن علي. أهلا بك سيدتي. سيد عبد الغني بن علي، كنا نتحدث حول التدابير التي كانت ضمن لجنة الوزارية وحول إنشاء اللجنة الوزارية متعددة القطاعات لدراسة حلول إنقاذ شعبة الحبوب. سيد عبد الغني بن علي، ما هي الاستراتيجية المتخذة لتأمين المياه؟ هي كاين في التقلبات الجوية عدة إجراءات يجب أن نتخذها حالا، وهي كيف يمكن للفلاحين جمع هذه المياه التي تسقط من الأمطار وتبقى في إطار السقي التكميلي. ثم كاين آليات سقي وإمكانية سقي مثل حفر الآبار والدعم التي يجب أن يكون على في هذا الشأن، تحفيز الفلاح، هذا شيء راح يحفز الفلاح باش يكون عنده آليات سقي إضافية، خاطرش حتى المناخ ما نقدروش نتكلوا عليه، نولوا تقريبا المناطق الشماليه اصبحت تقريبا جافه ولا شبه جافه. هنا الاستراتيجيه لازم نفكروا كيف
تكون لنا كل الإمكانيات في إطار استخدامها واستعمالها في الوقت المناسب. عبد الغني بن علي، لما تحدثت حول التغيرات المناخية التي لها أثر كبير في أن أو في انخفاض منسوب المياه الجوفية، هل الاعتماد على تحلية مياه البحر ستكون كافية؟ والله سيدتي، لو كان نمشوا حتى برك في مياه البحر، هذه راح تكفي في إطار الشرب واستعمال على المدن الكبرى، ولكن عندنا بعدها مياه كثيرة اللي رايحين نفضلوها مثل مياه الفضلات التي لازم يعاد استرجاعها وتنقيتها باش تصبح ترجع للفلاحة، وهذه كميات جد 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 كبيرة. خطرش مياه البحر صحيح هي آليات دارها رئيس الجمهورية وبارك الله فيه، شيء جميل جدا، ولكن تكلفتها تقريبا أغلى من تكلفة الأمطار ولا تكلفة إعادة هيكلة هذه المياه ولا حتى مياه السدود التي نستعملها، ولكن هذه كميات إضافية اللي تجي. ثاني، عندنا منسوب كبير في الإطار تاع المياه الجوفية على مستوى الحوض نتاع اللي تقريبا في الجهة الجنوبية ولا يوصل حتى تقريبا معظم المناطق من الهضاب العليا مثل البيض ولا النعامة، وكل هذه المياه لازم نعود نفكروا في كيفاش نستعملوها، ولكن بإطار اقتصادي بإطار منظم باش ما نفسدوهاش، باش حتى الغلال تاعنا تصبح بقيمة عالية، وعندنا كل الإمكانيات في شتاء الأراضي الجزائرية. ولكن ما نقدوش نتكلموا على المياه ونخلوا النوعية تاع البذور المستعملة الذي يجب أن تتأقلم مع المناخ والإمكانيات هذه، وتنويع البذور، وحتى وضع عدة استراتيجيات مثل كما اليوم رأي كاين بنك البذور الذي فكر في هذا الشيء باش الفلاح يصيب. هل هذه النقاط هي ستكون خلال اللجنة الوزارية متعددة القطاعات لدراسة حول هذه النقاط؟ صحيح، هذه اللجنه رايحه تدرس كل الجوانب، خاصه الجوانب الماليه تاعها، باسكو ما نقدروش نتكلموا على تحفيزات ولا على وضع اليات بلا ما نتكلموا على الموارد الماديه تاعها، ولا حتى في اطار وزاره الداخليه الامكانيات على هذاك الشيء اللي كاين. وزاره الداخليه مشاركه في هذه اللجنه، وخاصه المهنيين واتحاد الوطني للفلاحين الذي هم دائما من الوسط الفلاحي ويقدموا للجنه هذه الاقتراحات النابعة من الميدان بذاته. نعم، ربما كسؤال أخير سيد عبد الغني بن علي، هل نستطيع أن نقول اليوم أو هل ندق ناقوس الخطر ونقول أن ظاهرة الجفاف هي تهدد هذا الموسم؟ سيدتي، مش هذا الموسم، رانا في السنه الخامسه من هذا التذبذب المناخي اللي يجينا في مناطق خطره في الشرق خطره في الغرب، ولكن هذه المره عام راكم شفتوا باللي من شهر جانفي حتى اليومين هذا باش بدات تسقط الامطار، وهذا الشيء يذبذب كثير الاليات تاع المنظومه الزراعيه، ونقص الخطر راه مدقوق. حتى الدوله الجزائريه وكل الاطارات والباحثين راهم يسعوا من اجل هذا. نعم، وستكون هناك اجراءات ايضا ربما اخرى بشان هذا المجال. سيد عبد الغني بن علي، شكرا لك على هذه التفاصيل، كنت معنا على المباشر في استوديو الظهيره.